حمص الخالدية 25/4/2012. مثل ما شايفين اثار الدمار اللي خلفها عصابات الاسد شبيحته، يعني طبعا يعني شبيحه وفئات، في شبيحه من ايران، في شبيحه من حزب اللات، في شبيحه عنا من الداخل من ضمن سوريا. شوف الاهالي شو عاملين هلا مشان القناصه اللي فوق. هلا مثل شايفين حاطين هاي البرداي للتفادي من القناصه. هلا الكل عم يتساءل انه ليش هاي البرداي هنيك؟ ترى شلون مبخش البرداي بتعمل زوم، بتلاقي البرداي مبخش من اثار القناصه عليها طلقات مبين. هلا مثل ما شايفين البرداي هون. هون عندك هذا السابير كمان يعني اهل الحي. باخر الشارع، باخر الشارع في قناص. مثل ما بنعرف انه باخر الشارع موالين للنظام. موالين للنظام، احنا ما بدنا نقول منهم هن، بس موالين للنظام. وطبعا شبيحه وعندها مداريس، وخلف المداريس في قناصات هن مدنيين. هن مدنيين، هذوليك اللي فوق الشبيحة هاي مدنيين، لا أنا عسكري ولا شيء، بس موالين للنظام وعندهم متاريش وبيطلعوا بقولوا بنروح بالدم نفديك يا بطة. هن بيفدوا البطة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اني يا هل ترى لجنة المراقبين وقد دخلت لهون، شافت هالمناظر هاي؟ لجنة المراقبين ايش لوين دخلت يا اخي؟ لوين دخلت لجنة المراقبين؟ اجت على خط واحد مشيت، مشيت على خط مثل ما بتمشي السيارة. ما فاتت دورت على هاي، هاي لجنة المراقبين لوين جاي؟ لجنة المراقبين بعدين وراها من الثمانينات من على دور حما. من ايام مجازر حما بعدين وراها هلا وصلت على سوريا. يعني ما انا جاي هلا مشان حمص هاي اللجنه اللي دخلت. داخلي مشان مجازر حما اللي صارت بالثمانينات. هلا اللجنه مشان احداث سوريا هاي الله اعلم متى بتوصل يا اخي. يعني اللجنه اللي كانوا بعتين لحما وصلت. وصلت الحمد لله، الحمد لله رب العالمين وصلت، الله يكثر خيرهم وصلت. هلا بدهم يطلعوا يبحثوا ويشوفوا مين عمل المجازر، بس يروحوا يحاسبوه بالقبر هلا هو. يروحوا يحاسبوه. انت قصدك المقبور؟ قصدي المقبور هلا هو بالقبر. يروحوا يحاسبوه منك. هلا ما في داعي، في ربنا عم يحاسبه هلا، عم ياخذ لنا حقنا منه. بس جاي ابنه هلا بده يكفي على سوريا كلها، ما على حما، على سوريا كلها. ان شاء الله ما راح يطلع له. في مقولة حلوة. على المدرسة اللي دخلت على ذاك الشارع بشوفها والله العظيم شيء ببكي، شيء ببكي على هاي الشوارع. في مقولة كثير حلوة قالوها، هي يعني شملت الأيام الثمانينات وقت كان المقبور عمال يقصف حما وهلا ابنه عمال يقصف حمص. إنه أيام الثمانينات المقبور راح وضلت حما. ضلت حما، وهلا اللي بده ينقبر كمان راح يروح، بدها تضل حمص، بدها تضل سوريا باذن الله تعالى. بس ما راح تضل هيك، راح تضل رغم عن انفه ورغم عن شبيحته. رغم عن انفه وعن شبيحته وعن كل شيء موالي لإله. طبعا نحن بنعرف الموالين لإله هم اسرائيل، ايران، وروسيا، والصين، حزب الله. حزب الله اللي الله يشل ايديه عمال يقتل هاي الاطفال. تفرج على المحل هاي الصواريخ اللي عم نضرب فيها. وهي المقابر نحن عاملين المناشير، كانوا عم يزتوا لنا اياهم مناشير بالطياره. مثل ما انا شايف مناشير بالطياره.